وبالمناسبة لو كان كل واحد فينا يسأل نفسه هذا السؤال، يسأل نفسه هذا السؤال بيناتنا، رانا مستعدين نقابلوا ربي؟ هاي سؤال، رانا مستعدين نقابلوا ربي؟ رانا مستعدين واحد هكذا يموت وهو عارف إلى راه خاربها ولا لا؟ قال الله عز وجل لما يسألهم، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ احنا بمنظورنا في الدنيا واحد عاش 80 ومات، واحد عاش 70 ومات، واحد عاش 100 ومات، هذه الحسابات نتاعنا خلاص. لكن يوم القيامة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. أنا والله الذي لا إله غيره إلا ما استغرب من إنسان يقرأ آية كما هذه وما يخافش. أنت رب السماوات والأرض، من خلق الكون كله، لخص لك حياة الإنسانية من آدم إلى الآن إلى يوم القيامة بأنها ساعة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال لك بعدها قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. شكون الخاسرين؟ الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يدفنوا الميت نتاعهم وما يتعظوش، ما يتعظوش. ماذا يعني ذهاب سنة من عمرنا؟ وعلمت بأني حيثما سار القوم سائر، بمعنى العام اللي راه جاي لازم كل واحد فينا يعرف باللي راه زاد تقدم خطوات إلى قبره. يقول الحسن البصري: ما من يوم تشرق عليك شمسه إلا ويناديك يا ابن آدم إني يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني فإني إذا ذهبت لن أعود إلى يوم القيامة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الدوسي هنا ودوسي يطلع، نستنسخ آلة النسخ فوتوكوبي، تلقى الكوبي طالع الفوق، أنت تروح بالكفن ما تدي والو معك، بصح تلقى الدوسي الفوق تلقاه، ما تديش معك الكتاب، الدوسي تلقاه تما خلاص. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. 2022 2021 2020 من هارزت خلاص. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. الناس قاعدة تولي تقدر تقرأ كتابها. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اليوم يلقى السيد يقول له: وليدي نحبك يا بابا، والزوجة تحب زوجها، والزوج يحب زوجته، والولاد يحبوا باباه ويماه، وبعد يحطوه في التراب ويولي للدار. سنة الحياة، الموت قاهرة. يا معشر أياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين الملأ؟ وأين الفراعنة الشداد؟ لقد طواهم الدهر بكلكله. الزمان يغلب قاع الدنيا هذه، كسرها يدقدقها. وراه ستالين ولينين وموسوليني هذا، وراهم وراهم. أين هؤلاء الذين قتلوا الناس في الحرب العالمية الأولى والثانية؟ وراه دي يقول بقى غير اسمه والشر اللي داره. وراه ميتيرون اللي كان مسؤول في الطيران الفرنسي، وراه أوساريس اللي عذب المجاهدين وعذب العربي بن مهيدي. وراهم، أين هم؟ وراه هتلر اللي قتل قاع الدنيا. وراه وراه زمان قهرهم قاع راهم تحت الارض. اما لو علم الانام
لما خلقوا لما هجعوا وناموا. لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاه وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. قال تعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى. وشوف إنا للتعظيم، إنا نحن نحيي الموتى. وتخيلوا الموتى كلهم. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والإنسان العاقل، الإنسان العاقل اللي عارف باللي راه رايح شوية شوية لهذيك الحفرة، شوية شوية للقبر، شوية شوية باش يولي من سكان باطن الأرض وليس من سكان الأرض. واش لازم يدير؟ ما لازمش يطلق هباله في نهاية السنة، سميه واش تحب، ريفيون بيريون جيريون، أنا ما يهمونيش هذه التسميات. سيدنا الشافعي يقول: ومن يعيش ألفا أو ألفين إيه فلا بد يوما أن يصير إلى القبرين.